إخواني دمرك نبينا عليه الصلاة والسلام رميي مدرسة النبي عليه السلام كصباحي ونبي عليه السلام رميي وإلهي شرفك ملقها وراغا إلهي وكو شرفي وحكرته كم إذا قبر الأورنجري سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها سودة وحي أهيد قبر مؤمنة وحي أهيد قبله وقوه ريي نبينا عليه الصلاة والسلام رميي سودة رضي الله عنها وأرضاها وحي أهيد محال الله قبله أهي جنودي حبشي رضي الله عنها وأرضاها مركي رير مكو مسلمينتي أي لبات قليان مركي رير مكو مسلمينتي أي كعيشي وايان مركي رير مكو أي لبات بضان قصة ميان سبحان عليه الصلاة والسلام رك بضان والصحابة كم إذا أياه وحاو كير وحاد أدان حبشي وحاجوه بقر لا يظلم عنده أحد أكتي سقفنا على القدر ميلين سبحان الله نكه ولي مسلم موصلين لكن وحدي ذي إن دتك أكتي سال القدر ميو ولذلك الظلم وحويان علامة وحويان هلاك واي عدالتنا وحويان علامة الحياة وان سبحان الله علام قف ماشي الظلم وقبته بعض تدك حديرها مسلمين هالنقدين ويهلاك سميان ماشي عدل لجهله حتى حديدك يجوا إلهي رميزين إلهي سبحانه وتعالى وأوصيت إيرينيا ولا دوريا سبحان ظلمه إلهي وادي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم إلهي وليه نفتي إذا وان كحرم بينا ظلمي إذا كان وايد إن كحرم وهايز ظلمنا سلام عليكم حيولي هذا سود رضي الله عنه وارضاه وحي هذه حبشي يدي نين كذي أولي بلا شيء إني قرابة هايان مركي ماشي يا هذا نين كذي تير ربي بقى أتمت وإلهي سبحانه وتعالى وحى وقدري إنه ما يشاء وكجيري هذا وأجيش شيء ما يشاء قصون شيء قبل لي مكلي قد بين نقطي ويسون نقطين صحابة يقار كم إذا ويكون نقطين محل الله مقال هذا مكة قلبي قد محل الله وجبي نينك يا إهل كوها يدر رم إلهي رمي أو محق رب كوها ويسو ويدي مقال هذا مكة أي يكون نقطي رضي الله عنها وأرضاها كدي مركز سيدنا أمنا خديجة رضي الله عنها إيجيريوتي نبي عليه الصلاة والسلام مركان كل جيسوي قرقي قبلها وحن في لي مركاسي وحال قبا هذانا خلدانين زينب وحال قبا رقية وحال قبا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه أم كلثوم مقرن كرو فاطمة وحن في لي إلي وركاسي ولي أي سيري من عليه السلام مركل جيسو إسكابلو واي قبل يرن بانور ولا قرقة وجوه أسكروا إسكابلو كرقي بام حن عليه السلام مركان جوه قبل وحا أوتمن لورنجري خولة بنت حكيم رضي الله عنها وارضاها سبحان الله أي أوتمن وحي تري يا رسول الله قارك ذو حيليهن رسول كله وحي كتري إذا سان الله لكم تسلانتي محل الله عشاء كوكرنا يصدق كوش ذي سنوه وا وارد متي كل هذا وحوي نبي نلاش ويا ذقته دعوة دين بعد هذا كوش جيزة قبل يري روح حجوا قري قوم حال أباهن هو يوم حال الله يدك محلها أصل هذا أو تنت أوش الله يستوى عروت كور قبطة بركان ما قنت هنا محل الله العيارسية محل الله كور قبة سان وحي تري ناس السلام وحاو كيري بالي ومحا ذي ساهده وحما يسأذو محا 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 قطة لله ذا ممنع سهد السلام وحي كتري رسولك إلهي لبان هيامتي لبان قبلوك لبان دمر بان هيامتي ماذا وحي تري ويرته لكن مستقبل كي محا الله بين قوليسا ماذا هو إسلام حدا محا الله هدي عاوه لو قرسده معنى يدو عاوه يعني إسلام قروبه عاوه قري بريبه قري أسوه ينيسا مركاسي ريا ذيسا وحي تري خورت ماذا عائشة أو بكرة ده عن واضح لكن وقبر يروح حتى محل الله هاي ده ولي جور كده محل جور بجهرين إياه قبر ده اللي يراه هذا سودة بنت زمعة قبر ده مؤمن هذا أو كرميسي أو نك هذا كسر نتاي كريه ده أربعة ويه جور جوكتها مسؤول كله يوم محل الله هاي ناس السلام مركو حوا كشوري هذا وكيل جه بلهن تعال محل الله هاي صار دمي وحال يري وحيوتك تين أمور وما عم بان في ليا وعشرة خوي ده هاي هرنتي بيوشك تين هو واحد تري محل الله نبي وحكرت الله شغى محل وبكرة دعاء وار الله مركا ويقول هذا نوحي نوح بكم قمنا لكن قبل قبل يروي حتى لو واحد أدي بعلي أما واحد حتى لو أما واحد أدي محل الله زو سودة من تزمع رضي الله عنها وارضاها أردت بقى شتري سودة أردت بقى سودة ويسي أردت هذه طول كي هير كي بقى الله شغى هير كي ويسودة ويان سبحان عليه الصلاة والسلام
arinkii markaa eelkii qaraabadii baa iska arkay gabadhii nabiga sallallahu alayhi wasallam baa loo meheriyay nabigeena calayhi salaam waxay u soo wareegtay gurigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ee maxaa lahaay saddex sano ilaa toban sanadkii tobnaad bay khadiija dhimatay ilaa nabiga sallallahu alayhi wasalaam saddex sano kadib uu madiina u soo hijroodo sawd radiyallahu anhu waardaa waxay ahayd zawjada keliya ee nabigeena calayhi salaatu wasalaam ee sax caayisha way jirtay laakiin nabiga sallallahu markaa uu la nooleyd gabadha gabadhiina bay ahayd ayay sawda radiyallahu anha waardaha waxay noqotay gabar maasha allah khayr badan ilaahay siiyey gurigii nabiga sallallahu alayhi wasallam gacanta dhab ku siisay caruurtii nabiga sallallahu alayhi wasallam gabadhii yararka ayay gacanta dhab ku siisay oo maxaa la maamulaysay oo maxaa lahay walidalika waxay noqotay gabar maxaa lahay aad iyo aad u qiimo badan leh oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam gurigiisa iyo caruurtiisa maxaa lahay sharafta oo weynaysa oo kalkaalisa ayay noqotay sawda radiyallahu anha waardaha markii madiina loo soo wareegay oo la soo hijrooday madiina ay timid nabiga sallallahu alayhi wasalaam xajkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ee tobnaad ama xajkii ugu horreeyay nabiga sallallahu alayhi wasalaam xajjatul wadaa waxay ka mid ahayd dumarkii nabiga sallallahu alayhi wasalaam soo raacay dumarna sa dhamaantood soo xajiyeen waxaa la sheegaa nabiga sallallahu alayhi wasalaam xadiis saxiix ah soo arooray markii habeenkii mina lagu soo hoyday inaa salaam wuxuu u ogolaaday dadka ducafada ama dadka jilicsan ama dadka culus oo aan maxaa lahay subaxii saxmada aan geli karin inay nisfuleyn ay kasoo tagaan carafaad amase musdalifa ay kasoo dhaqaaqaan oo marka ay maxaa lahaayey subxaanallah ay dhagaxaanta ay tuuraan oo maxaa lahaay ramyul jamaraad dhagaxaanta maxaa lahaay jamaraadka ay tuuraan waxaa ka mid ahayd umuna sawda binti zamca radiallahu anha waxay naag hoogaa yar hilboon bay ahayd oo macnaha socodka iyo maxaa lahay yaro culaysa nabi salaam waxa uu ku soo diray oo uu yidhi maxaa lahay caaisha radiallahu anha iyada waa la reebay ilaa markaa iyadoo gabar yar bay ahayd oo maxaa lahay fudud marka waxay leedahay haddaan soo raaci lahaa waa ii fiicnaan marka cabdullahi cabaas iyo dhallinyar yaryar iyo sawda binti zamca iyo waxay mid ahaayeen dadkii maxaa lahay lasoo horumariyey oo nabi salaam uu yidhi sii tuurta dhagaxaanta tuurta sawda radiallahu anha waardaha markay qof weyn bay ahay markay aragtay inay xoogaa yara cuslaatay waxay istoosisay oo tiri xuquuqdii nabi salaam uu kugu lahaa ilaa naagtu ninkeed xuquuq buu ku leeyahay inaanay kasoo bixi karno ilaa iyadana sida qof waayeel bay noqotay yara culus marka waxay tiri xuquuqdii amaad maxaa nabi salaatu wasalaam dembi uu kaa soo gaaraa waxayna jeceshahay weli inay nabi salaatu wasalaam reerkiisa iyo gurigiisa ay ka mid ahaato si ay maalinta qiyaamo zawjaat nabi salaam uga mid noqoto waxay tiri yaa rasuulallah aniga habeenkeygii waxaan ugu daray gabadha caaisha la yidhahda caaisha markaa gabadh yar bahayd iyadu gabadhii nabi salaam markuu ka dhimanayay sii toban jir bay ahayd marka waxay tiri aniga habeenkeygii waxaan ugu daray caaisha radiallahu canha wa ardaaha sida ayayna maxaa la habeenkii sawda nabi salaatu wasalaam waxa uu siin jiray caaisha umulmuminiina radiallahu canha wa ardaaha caaisha radiallahu canha waxay warinaysaa xadiid bukhaari ee muslim iyo nasaa'i ay wariyeen waxay tiri nabi salaatu wasalaam xaariskiisii qaar ka mid a waxay ku yidhaahdeen yaa rasuulallahi ayuna asracu luxuuqan bika annaga hadaa adiga dhimato qofka ugu horreeya ee kugu soo xigay yuu yahay nabi salaam waxa uu ku yidhi adwalukunna yada qoftiina idinku gacan dheer markaasay tiri intaan xari qaadanay ayaan waxay tiri maxaa lahaayey aan iscabirnay markaasaa sawda ayaa maxaa lahaayey naga gacan dheereed markaasay waxay leedahay gacan dheeraanta waxaa loola jeeday waxayd qoftiina idinku sadaqa badan riwaayo kale waxay soo aroortay in gabadha ugu gacan dheeraan badnay ay ahayd zeyna binti khuseyma oo nabi salaam uu qabay iyadoo markay dhibatay waxaan ogaanay inay ahlu laba riwaayad waa labada dumarka nabi salaam sawda iyo maxaa lahaay iyo zeyna binti khuseyma labada waa lagu sheegay labaduba waxay ahayn laba gabdhood oo sadaqada aad iyo aad u jecel waxay ahaayeen wixii gacantooda soo gala sadaqada bixiye ayay ahaayeen radi allahu canha waardaha umuna maxaa lahay sawda binti zamca radi allahu canha waardaha way geeriyootay radi allahu canha waardaha waxayna nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ka warisay baali shan xadiid ayay nabigeena calayhi salaatu wasalaam ay ka warisay haadihi sawda binti zamca zawjata nabiyina calayhi salaatu wasalaam nabi salaam gadaashiisa ayna geeriyootiin waxaan filayaa in magaalada maka madiina ee dumarka calayhi salaam lagu aasay inay ka mid ahayd radi allahu canha waardaha ilaahay ka raali noqdo maalinta qiyaamana sawda binti zamca zawjata nabiyina calayhi salaatu wasalaam iyo nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii iyo ikhyaartii iyo muminiintii iyo waalidiinteena iyo ehelkeenaba ilaahay jannatul firdowsa allah nagu kulmiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh